منه، لانه بدينا بهذا الموضوع هذا يعني كنتمنى انه لافال عند رئيس الرجاء البيضاوي انيس محفوظ كيخصو يدير اون رياكسيون فيوريوز اي دو ريغور، لان هاد الناس هادو راه مشاو بعيد بزاف وعيقوا على الرجاء بلا قياس. يعني هانوا الرجاء، فوزي قجع والناصري بجوجهم هانوا الرجاء كيهينوا فيها كيما نبدو فيها. الله يجعل شي بارك، الله يجعل شي بارك. يلا تهنينا منهم بعدا مع هاد البطوله العربيه هاد 15 يوم بعدا تهنينا، مابقيتش كنشوفو وجههم مابقيتش كنشوفو، تهنينا منهم. هما رجعوا عاوتاني يشوقوا في الرجاء، الله يجعل شي بارك. اما وقف ليهم من دابا، اما قول اخويا ما قديتش ونسحب في حالك وخلي غاشي عاوتاني نضربو نضربو على شي، خلي ربما الرامي، ربما الرامي عنده مواقف اكثر منكم نتوما، اكثر شجاعه. ياك ما غتجيبوش ما غتجيبوش فلوس بحالكم بحال، خلوا الفرصه للرامي داو لنا جمعها مسوقه بحالكم صافي. وي وي الو الو وي 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 سيدي وي مرحبا. شكون معايا اخويا؟ شكون معايا؟ معك ايوب من طنجة عزيزي. ايوب من طنجة، مرحبا اخويا ايوب، اش يمكنك تقول لنا؟ واش غنقول لك، هادشي مؤسف بزاف. اه مع الاسف هادشي مؤسف، مؤسف للغاية. وكنشوف شنو الدور ديال هاد المنخرطين. اه 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 اللي حيد اه تطوان ودار بركان. اش غتسنى من هذا؟ اش غتسنى من هذا؟ اش غتسنى من هذا؟ والله العظيم صافي، غيصوبونا ما غيصوبونا، ودعينا الله يعطيو الحق. انا غير البرنامج هذا مسكر، كاتشي معصب بزاف، كاتشي كيعصب. لا حشومه، هو دابا كيخليوك انت بغيت تكونسونطر على الماتش ديالك، كيخرجوا لك من الجن، يخرجوا لك برمجه حتى ما حان رمضان، ويرونوا لك كل شيء دماغ كيرونوا لك. والله عقل بلي عالم، ويجيبوا معاهم ثلاثه اللعابه اللي خلاو في قطر، باش مخليهم تما حيت باغي يلعب. فوالا من لهيه، قول لهم قول لهم من لهيه، من اللي كانوا باقي لهيه رئيس الجامعه او كذا، يصيفط بلاغ، يصيفط بلاغ وينشروا كاع شي واحد القضيه اللي بغى يحيد عليه المسؤوليه، لا رئيس الجامعه ولا رئيس العصبه، يديروا رساله للرجاء بانه راه سيتم برمجه الدوره يوم الجمعه، وبالتالي فنطلب من الفريق ان يصطحب معه جميع لاعبيه حتى يكون جاهزا للمباراه. هكا نكتبوها وينشروها باش حتى حنا ما نبقاوش نهضروا، حتى حنا اذا كانت شي حاجه نخرجوا في المكتب نقول لهم انتم اللي خليتوا الحفيدي وخليتوا زنيتي تما، خاصكم تجيبوهم، علاش خليتوهم؟ انت شو تقول لي؟ اما باش بقاو مدوزين باصات بيناتكم، ما عرفنا شنو كديروا في الكواليس، وتبقاو تكذبوا علينا. ما كاينش اللي بغي، ما كاينش اللي بغي يدافع على الفرقه، حنا بوحدنا كنغوتوا وكنخرجوا في عروقنا. كنتعطوا كنزرونا السكر، والله ما بغيت طونسي بار طونسي، وبغيت يكون بغيت يطلع القبر قبل الوقت، لان الله يخفيهم العقل. لا هو القجاع راجل، وخط واحد الرساله لصاحب الجلاله، حيت الراجل كتحيد الغبره لهذا المغرب كامل، واحد الرساله للجمهور ينوض فيسبوك ونوضوا كل شيء، رساله لصاحب الجلاله باش يتدخل. عيطوا بزاف هذا القجاع وهذا الناصري، ايزو اكزاجيري هذا الامس، ايزو اكزاجيري سي ترو سي ترو. خارج كيقول لهم راه سميتو راه المنتخب المحلي انا غادي نحيدو كاع في مره، كتخسر عليه فلوس كثيره، بالله عليك واش هذاك وجهك ولا كفاك؟ كيفاش المنتخب المحلي كتخسر عليه فلوس كثيره؟ نتحاسبوا معاك شحال كتخسر على المنتخب الكبار؟ شحال كيتقام كل لاعب اللي كيجي من اوروبا، شحال كيتقام؟ ما بين طياره الي وروتور وما بين لوطيل ديالو سان كيطوان ولا جون دو بوش، وملي كيرجع عاوتاني شحال كيتقام؟ واش كتصحابنا حنا لابسين صنداله، ما لابسين الصنداله ديال 160 ريال. حنا شحال عندك حمد الله يجلسوا معاه؟ اش دار عندك حمد الله مسكين؟ اش دار لهم؟ على الاسف اه داك سميتو بركاوي شنو فاسونتو كيدير؟ مقنفد والله الا مقنفد بالله. سمع سيتي كيتاكا تاشر زنيتي فارض نفسو عليهم، بغاو لك راه حتى كاع ما تسوق لذاك الشيء ما تسوقوش. شكرا خويا، تحياتي ليك، كتكوكا في التدخل ديالك، تحياتي ان شاء الله يحفظك خويا، الله يحفظك. شكرا خويا، شكرا، تبارك الله. تبارك الله.
الاخوان الكوشي مقحقح ما غاديش نزيدوا في هذا البرنامج، غنبقاو نهضروا على نفس الموضوع. انا بديت بهذا الموضوع لانه هو الموضوع الاكثر استعجالا، ولكن غندوز لمواضيع اخرى ان شاء الله التي قلاني النفس، قلاني النفس اللي كيجيو يدخلوا عند سيادهم بلاتي باش نحيدهم ونكملوا. بغيت تسمحوا لي الاخوان باش نكمل، لان خصنا نافونسيو سينو غنبقاو نهضروا على هذا الموضوع هذا حتى الصباح. الله يبغي يسالي نبقاو نهضروا على موضوع واحد. دونك غتسمحوا لي واحد شويه وندوز الاخوان، غير سمحوا لي نكمل. دونك بالنسبه للاخبار اللي كاينه، هو انه بن حليم غتسمح لي اخويا، غير سمح لي من بعد ندوز خويا. دونك كاين الموضوع ديال بن حليم انه مطلوب من طرف سلامي، هذا الكلام اللي سمعناه في الاول ياك، مطلوب سلامي بغاه. لانه علاش؟ لان سلامي لاحظ بانه الفريق اللي عنده هو فريق اكثريه فيه عناصر شابه، وهذيك العناصر شابه شويه انها اثرت على نتائج الفريق لانها كتقصر الخبره والتجربه. فهو بغى لاعبين بالاخص على مستوى الخط الامامي، بغى لاعبين اللي هما يكونوا يقووا الفريق، تكون عندهم تجربه، عندهم وقفه في التيران كذا الى اخره. فمن بين العناصر اللي بانت لي، لانه معروف انه في الانتقالات الشتويه كتكون العروض العرض كيكون قليل، كيكون الطلب كثير وكيكون العرض قليل، بمعنى اللاعبين اللي متاحين في السوق عندهم تجربه قليل، شي لاعب اللي عنده تجربه وتبغي فرقته تطلقه. شكون اللي كيبان لهم؟ تيبان لهم دوك اللعابه اللي كيكونوا في لائحه انتقالات او اللي عندهم مشاكل مع فرقتهم كيقلبوا عليهم كيكونوا قلال. دونك من بين الحوايج اللي بانوا سلامي بان لي بن حليب وقال ممكن ان نجيبوه هذيك، ولكن الوقت اللي طرحات الرجاء المقايضه مع الزرهوني هنا ولا كلام اخر. علاش؟ لانه حنا كنعرفوا راه الناس كينوضوا لهم بالتليفونات وياكم تلقوا شي لعاب فالابل قوي لهذيك الفرقه، ما خصهاش تقوى هذيك الفرقه، الناس راه متفقين عليها، كاين حيف ما خصش ديك الفرقه تقوى. دونك هنا فين ولات الهضره؟ فربما الرجاء كون تشوف مع الفتح انه تبيع عليهم مثلا بالحليب او هذه ممكن دوز القضيه، ولكن المقايضه راه ما كاينش المقايضه، والرجاء ما باش خرج الفلوس، هذا هو المشكل. دونك هنا فين بقات القضيه، وهنا فين بقات الصفقه ربما انها مهدده بسميتو بالفشل، هذه ديال بن حليب انه يمشي للفتح والزرهوني يجي في المقابل. انا تنظن حسب فهمتي انه من بين الحوايج اللي خلات المكتب ربما مشى لهيثم البنجا، هو انه تسدات عليه الطريق تاع الزرهوني، لانه كيعتبرهم تقريبا لعابه بجوج كيلعبوا بالعسليه وتيلعبوا في الجناح الايمن وكيمنيو يلعبوا حتى في الجناح الايسر. دونك انهم نوعيه الاجنحه، دونك بحال البروفيل شويه متقارب بيناتهم، واخا لا علاقه ما بين هذا البروفيل وهذا البروفيل. الميزه اللي كاينه عند الزرهوني كلعاب يعني كيبيكي الوسط وعنده قذفات قويه وكادري، راه ما عنده علاقه بهيثم، هيثم متعود عليه في التير، هيثم يلا يلعب لك كره قصيره، يلعب اون دو كيدور يدوز ما بين جوج، يدير لك سونطراج وي، ولكن باش تعود الزرهوني عنده ميزات اخرين، عنده القدم وعنده القوه البدنيه اللي كتساعفه وكتساعده انه يكون قوي في الاسترجاع، لان اللاعب اليوم الا ما كانش كيعاون في الدفاع التنشيط الدفاعي راه ماشي لاعب. دونك كيبقى بزاف النقائص كاينه في هيثم البهجه اللي هي ما يمكنش تغطي على بروفيل بحال ديال الزرهوني. كاين اخر اخبار اللي تسربات، هو انه سلامي ما مقتنعش بالحال، وسلامي حنا تنعرفوا بان راه مره هكا مره هكا، ممكن يقول لك هضره هكا تولي هكا، لانه كيتاثر شويه ماشي صلب في المواقف ديالو. حنا كنشوفوا راه جربناه، كان معنا كان لعاب هادي حق حتى كيكون كيقول لك بغيت هاد اللعابه وهادو هادو ولا ما كانش انا ما يمكنش ليا هادي وكذا الى اخره، وكيف الاخر انا قلت الله اكبر في الاخر راه حنا راسو وتفنط المكتب ودوز وميك لانه كان ضغوطات. دونك سلامي من ذاك النوع اللي ماشي صلب ويقدر يبدل الراي ديالو في اي وقت ويقول له ما تيجي عندي من ديال بهاد بن حليب اصلا في الفتح. دونك هنا كتبقى علامه استفهام على صفقه الزرهوني، وكاين بطبيعه الحال انه الكلام كثير على الصفقه ديال هيثم البنجا، انه ربما وصلوا اتفاق، ولكن كما غادي تلاحظوا باش نكون واضح وصريح مع خوتي الرجويين، انا ما عنديش مع ديك كما تيقولوا اش كيسميوها البوس، تيقول لك لا حكا راه هادي راه هاد اللاعب كونوا هانين راه سينا راه صافي ما كاينش داك الشيء. راك باقي التردد بالنسبه للصفقه ديال هيثم البنجا، باقي التردد. علاش؟ لانه الناس ديال الزمامله باغيين جوج لعابه، الحيمن تيقول لهم باش نتنازل انا على هيثم البنجا كيخصني اللي غادي يعوضوا. دونك الا كنتي غتعوضوا لي عوضوا لي على الاقل بجوج لعابه، الا الفرقه غتشد فلوس غتعطيو فلوس للزمامله.
فزيدونا واحد جوج لعابه يكونوا اعانه باش يعاونوا ديال الفرق، حيت الزمامه ما عندهم فلوس خاصهم الاعاره باش يقووا الفرق. وهاد الاعاره هذوك اللعابه اللي الله جاب غتعيانهم الزمامه ما متفقاش عليهم، ما متفقش عليهم الحيمان. الحيمان عنده اختيارات اخرى، بغي لعابه اخرين، وهنا في كاين الاختلاف، وهنا في الصفقه بين مدين وجزر باش يكونوا واضحين. دونك واش لان حتى واحد القضيه كتزيد تاثر هو انه اللاعبين يعني كاين واحد قله ديسيبلين في الفرقه. فلاعب اللي كتقول ليه نتايا غتمشي اعاره لواحد البلاصه وما تيبغيش، اش تخسر عليه هذاك؟ هذاك نورمالمون الا كانت لا ديسيبلين في الفرقه غتقول ليه شوج كلمات، يا اما غتمشي لهاد الاعاره لانه خصك تفكر في مصلحه الفرقه كذلك ماشي لصلاحتك انت. ما انت راك غترجع في نهايه الموسم وتضرب على بلاصتك تاعهم هي ذلك، راك ود الفرقه حنا ما تسلمناش فيك. ولكن الا ما بغيتيش راك تبقى جالس، غتبقى تقلص، راك محسوب علينا نخلصوك ما عندناش مشكل، ولكن تبقى تقلص في التوش ما غتقلقبهاش. دوك شوف انت شوف اللي غيسلك واش غتفوت يعني. كون كان هذا النوع من التشدد مع اللاعبين حتى ما يبقى يتصاب دابا اللعابه تصلوا، ما تقول لي سير هنا بريطي وكل لا 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 ما بغيتش نبقى هنا في الفرقه السنيه. راه واحد اللي مشى بريطي هو ذاك الولد ذاك الكوشي سميتو ايد بوكين، راه هو الوحيد مسكين حنا راسو مشى ومشى للاعاره. خويا كلشي ولا كيعنزز كلشي ولا كلشي تعلموا الثقافه. دونك انا اتساءل بماذا سينفع قانون داخلي ولا قانون خارجي اذا ما كانش كيضمن الصرامه في هذه المواقف هذه.